ساعدنا جدا طبعا كمحللين ومتابعين لكرة القدم وان هناك طفرة فنية في تيم نادي الزمالك الفترة اللي فاتت. يعني انت كنت في المطبخ بقى وما زلت في المطبخ برضو، الاسباب اللي خلت نادي الزمالك يخش في البطولات السنتين ثلاثة اللي فاتوا بصراحة شديدة كابتن صلاح؟ تصدقني قلت لك الاستاذ مرتضى او مستشار مرتضى عمل طفرة في تغيير او بالبلدي تقليب اللعيبة. عنده احساس عالي جدا بان اللعيب ده ممكن يبقى اخر سنه ليه السنه دي، صحيح، او اللي هيجيبه هو اللي هيعمل الطفره. حتى كان بيتهاجم ان بيجيب 17 18 لعيب، بس هو عنده تفكير انا بقول لوحده. عايز تقول حاجه؟ لا بص، الاطفال داخل نادي الزمالك هم بيتابعوا لقاء الزمالك والاهلي جوه النادي. جوه النادي يعني. وفرحه الولاد الصغارين، احنا بنتكلم دلوقتي على السيادة المستشار عمل شاشات اعداد خلاك متواجد في الاستاد بس قاعد في النادي، فدي حاجه جميله جدا، دي طفره من الطفرات او الحاجات اللي حصلت في نادي الزمالك. كان خلينا نتكلم في اللعيبه كابتن طارق. النوعيه اللي بيجيبها الاستاذ مرتضى فعلا بتدي الزمالك على الاقل سنتين، صحيح، وبعدين بيشوف ان ممكن يحصل فيه تغيير او تجديد للعيبه، بيروح مغير. الناس بتقعد تقول 17 18 بس بيجيب نتيجه، طالما التغيير بتاعك بيجيب نتيجه فانت ماشي في طريق صحيح. مزبوط. حتى المدربين يعني ممكن تتطرق للموضوع تغيير المدربين كتير، صحيح. هو عنده ملكه امتى يغير ويجيب مين، وبيعمل نتيجه ايجابيه مع كل تغيير، واخرهم ان انت تاخد الكاس ويبقى الملعب لسه موجود في الدوري لمده اخر 3 اسابيع قبل ما يخلص من قبلها ب7 اسابيع. فدي طفره ودي حاجه جميله تحسب للاستاذ مرتضى منصور. يعني انت قلت لي عنده ملكه في الاختيار التوقيت والشخصيه، انت لاحظتها عن قرب قدام وهو انت بتشتغل معاه ان هو فعلا ينطبق عليه هذا الكلام يا كابتن صلاح؟ انا يعني اديني مثلا. انا هقول لك انا بحبه شخصيا بره نادي الزمالك. ولما دخلت نادي الزمالك وهو كان ليه الفضل بعد ربنا قربت قوي. تفكيره يا طارق واضح ان هو يعشق نادي الزمالك، ويهموش شيء في الدنيا غير نادي الزمالك يكسب، صحيح. وكل عصبيته للناس بتقول عصبي وبيقول عشان الناس بتيجي على نادي الزمالك فتلاقيه منفعل، وده حق من حقوقه كرئيس نادي. الاحساس انا حسيته انه فعلا في توقيت معين بيتم التغيير فيه سواء للعيبه او للاجهزه، بيجيب نتيجه ايجابيه وده في صالح نادي الزمالك، وهو مش عايز غير مصلحه نادي الزمالك.